منتخبنا الوطني اللي واصل تدريبات اليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأندونيسية جاكرتا استعداداً لمواجهة المنتخب الأندونيسي يوم الخميس المقبل. وأيضاً طبعاً التحق اليوم بالتدريبات أمير العماري لاعب المنتخب الوطني، بالإضافة إلى أنه تم اكتمال جميع اللاعبين، لكن بسبب الرطوبة العالية تم تغيير ملعب التدريبات. يعني إدارة الوفد قدمت طلب بتغيير أرضية ملعب التدريب، وأيضا بأنه كان هناك اتفاق بين الجانب العراقي في وقت سابق على ملعب محدد لخوض التدريبات، لكن تفاجأوا بأنه انطوهم هذا الملعب، وأصر الاتحاد ووفد المنتخب العراقي على خوض التدريبات على الملعب اللي تم الاتفاق عليه قبل فترة. كان الكابتن مهدي كريم ومحمد عماد زبير كانوا متواجدين في العاصمة الأندونيسية جاكرتا لتهيئة كل الأمور اللوجستية للمنتخب الوطني. بالمقابل أعلن الاتحاد الأندونيسي عن نفاذ التذاكر كاملة لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الأندونيسي. الملعب طبعا هو نفس الملعب اللي حققنا به إنجاز 2007 عندما فزنا على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء في نهائي أمم آسيا في ذلك العام.